أخبار اليوم. شخص يعني لا يخاف لا متلائم جماعة من نور يا رب العالمين شكرا راجل كل مكان ربنا قاضي عادل في مصر شهيد العالم يا جماعة من نور أرجو يا رب إن احنا نور يا جماعة من نور في اللي جاي علشان ما يحصلش إن دي روح تظهر روح لها ثمنها ولها قدرها في مصر وفي العالم فاحنا بنعزي مصر وبنعزي نفسنا وأنا بعزي نفسي على هذا الفقيد الشهيد هشام برغاث اللي انا كنت اعتبره اخ وصديق واكثر من اخ شقيق. هل سيؤثر هذا الحادث على تقدير الحفل افتتاح قناه السويس؟ لا اذا كنا كل حادث هيأثر مش احنا لازم نوقف قدام حادث روحي لازم الحياه تستمر لكن لن يؤثر. شكرا لك. شكرا مع الفريق.